تنساوش تابوناو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نورا فتحي، كنعرفوا ان عندك بزاف ديال المتتبعين من المغرب ومن خارج المغرب في مواقع التواصل الاجتماعي. المتابعين ديالك اللي في المغرب لاحظوا بانك درتي ان فولو الفنان سعد المجرد، هو دار نفس القضيه والبعض اول هذا الشيء الخلاف كاين بينك وبينه. بغينا نعرفوا بلسانك اليوم شنو وقع بالضبط. بغيتي تعرف علاش درت له ان فولو؟ صراحه سعد المجرد اوف كورس فنان كبير وعزيز عليا، والفنانين كاع المغاربه عزاز عليا، وكيعجبني نسبورتيهم ونكبر بهم. وسعد فاش جمعنا واحد البروجيكت انا وياه كنا كنهضروا، قال لي كان باغي واحد الاغنيه من الهند سميتها بنت دل، هي بدك ايه، وقال لي عجبني هذه الاغنيه وبغيتها، وحيت ولد بلادي وارتيست كيعجبني بزاف مشيت وجبت له داك الديسك داك الاغنيه وساعدته وديتها من قلبي، حيت انا دايره هكذا. انا فوق ما كنشوف شي ارتست من المغرب ولا اني دول العربيه كيعجبني نساعدهم باي طريقه نقدر انا، وفشت انه انا قدرت نجيب له واحد ديسك ونساعده نجيب له الاوثرايزيشن والبرميشن. هذاك بالنسبه لي كانت واحد فرصه كبيره وكانت واحد فرصه زوينه، وكنت فرحانه ليه حيت هو كان باغي داك الديسك، وجبتها له فابور unfortunately بالاسف ما شكرنيش ما عطاليش الكريديت وبقى فيا الحال. سو فاش بدا البروموشن ديال بنتي دل هي بدك ايه، فاش بدا البروموشن ديال بدك ايه في انستغرام بديت كنشوف البروموشنز والتصاور ديالها، وما كاينش كريديت ديالي وما شكرنيش ما قال والو، ما عجبنيش الحال وانا هكذاك ايموشنال. سو ديك ساعدت له انفولو باش ما بقاش نشوف انه ها الاغنيه في وجهي في وجهي في وجهي وما شكرنيش. انا ما مولفاش على داك الشيء، بقى في الحال حيت انا ما مولفاش داك الشيء. حنا فروم منين كنجي انا الباك جراوند ديالي، واخا ستيلست تعطيك خاتم خاصك تشكرها وتحط لها كريديت اللي كاين في التيم ديالك واللي ساعدك في الجيرني ديالك في الكارير ديالك في الخدمه ديالك، اللي كان خاصك تعطي له الكريديت وتقول له شكرا، واخا يكون شي واحد مشطلك شعرك تقول له ثانك يو يو ديد ماي هير ديت لي شعري، فهمتي؟ انا الحال لانه ما شكرك اتس نوت اوكي، خاصك تشكر الناس اللي كيكونوا معاك واللي كيبغيوك واللي كيساعدوك. وانا ماشي داك الشيء، وبقى في الحال داك الشيء درت له انفولو، ولكن مازال كنحترمه وكنحترم الفن ديالو الخدمه ديالو، ان ارتست مزيان بزاف وعزيز عليا بحال اللي كاع الارتست من المغرب عزاز عليا.